الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دادي تولي خديجة رئيسة جمعية رسالة لتنمية المرأة والتضامن. نعيش اليوم هذا الحفل البهيج بمناسبة ذكرى غالية وعزيزة علينا، بمناسبة ذكرى الوفاء والمحبة لخير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحفل الذي يأتي في إطار العمل الخيري التضامني مع الأيتام، وخصوصا ونحن قد هيئ لنا الله سبحانه وتعالى أمرا أن اشترينا بيتا سكنا يليق بكرامة اليتيم، ونحن إن شاء الله مقبلين كذلك على صيانة هذا البيت. فكانت الفكرة أن يكون هذا الحفل ومداخله تكون لصيانة هذا البيت الذي سوف يأوي الأيتام الذين يعيشون في وضعية هشة والذين يعيشون في وضعية صعبة، وذلك حتى نضمن الاستمرارية لهم وحتى نضمن لهم العيش الرغيد إن شاء الله، وحتى نساهم في تقوية قدراتهم ومنعهم من الانحراف والتشرد يعني في الشارع. هذا البيت إن شاء الله سوف يأوي 5 أسر ديال الأيتام، الأم والأبناء ديالها. غيكون فيه 5 ديال الأسر ديال الأيتام، الأم والأبناء ديالها، يعني كل وحدة لها سكنة قارة منفصلة عن الأسرة الأخرى، يعني كل وحدة عندها دار ديالها خاصة. الطريقة ديال الاختيار مرت بشفافية، على أن أطر الجمعية وأعضاء الجمعية قاموا بزيارة لبيوت الأيتام اللي هما في وضعية صعبة، فتم التعرف على الحياة اللي كيعيشوها من خلالها، وطبعا المدخول اللي كتوفر عليه الأسرة، فمن خلالها تبين لنا شكون هما الأسر، يعني هناك معايير خاصة اللي بينتنا أن تلك الأسر هم في أمس الحاجة إلى مأوى يأويهم وإلى سكنة تضمن لهم حق العيش الكريم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.